عملنا خصوصا خلال الاسبوعين الماضيين بعد ما زاد شده القصف من قبل عصابات بشار العصابات الروسيه، كان عملنا تقريبا يعني 24 ساعه متواصله نوصل الليل بالنهار، اصابات على مدار الساعه، مجازر يوميه في خلال الفتره البسيطه الماضيه، وخصوصا خلال الحصار انه يجيك مريض في منتصف الليل حوالي الساعه 4 صباحا، نزل قذيفه جنب بيته وهو نائم على فراشه، تصيب الشظيه صدره، يريد اهله ان يساعدوه وينقذوه في اسرع وقت الى المشفى، لكن بسناخر وعدم وجود سيارات اسعاف وعدم وجود حتى وقود او مازوت او بنزين لتشغيل هذه السيارات، فلم يستطيعوا ان يحضروا الى المشفى حتى بعد حوالي ساعه ونصف من اصابته، ووصل المشفى كان قد فارق الحياه، فقط لعدم وجود وسيله نقل تنقل المصاب من مكان اصابته الى المشفى، رغم ان المشفى ممكن يعني وسيله نقل لا يبعد سوى 10 دقائق فقط لنقل. في احد المجازر التي حصلت مريض بحاجه الى فتح بطن، لكن بسبب ان كل غرف العمليات في كل مشافي حلب المحرره كانت مكتظه بالمصابين، فكنا نضطر الى وضعه لانتظار دوره لادخال غرفه العمليات، حين تكون غرفه عمليات شاغره، لانه لا توجد اي غرفه عمليات شاغره في مدينه حلب نستطيع من خلال نجري له عمل جراحي ضمنها.